أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب وطني تحث عليه الشريعة الإسلامية. أشار فضيلته خلال خطبة الجمعة إلى أن الوقاية من الأسقام قبل وقوعها في المجتمع خير وأولى من رفعها بعد وقوعها. لقد أجمع الأطباء والعلماء والحكماء وجميع العقلاء أن الوقاية خير من العلاج، أو ما يسمى بالأمن الوقائي، أو بالعبارة الشرعية الأصيلة الدفع أولى من الرفع. فإن مما يتفق عليه العقلاء جميعاً أن منع وقوع الشيء المكروه خير وأولى من رفعه بعد وقوعه، وشريعتنا الغراء جاءت حاضةً على المبادرة والمسارعة بالأمور الدافعة للمكاره قبل أن تحل بالمرء والمجتمع.